لله على جميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على خطى الإصلاح، وما زال الحديث عن الإصلاح. تكلمنا في لقاءات مضت عن مجالات متعددة من الإصلاح، واليوم مجال جديد، بل والله إنه لمهم جدا، وهو بداخل الأسرة، وهو معاملة المرأة أو الفتاة بداخل الأسرة، لأن الأمر يعتبر في الإسلام مهم جدا، اعتنى به الإسلام اعتناء عظيما. في وقت جاء الإسلام فيه فكانت المرأة لا قيمة لها، ورفع الإسلام قيمتها وأعلى شأنها. واليوم بداخل الأسرة المرأة لم تعامل معاملة الإسلام، ولم تكرم ولم توقر إلا ما رحم ربي. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتها، والقرآن الكريم منهجا عظيما في معاملة المرأة، حتى حس النبي صلى الله عليه وسلم على حسن التعامل معها، فجعل صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بأمر المرأة وأحسن إليها جعل له أجران. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد إذا أدى حق الله وحق مواليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل كانت عنده أمة، يعني بنت أو فتاة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فزوجها، فله أجران. هذا الحديث يعطي إشارة طيبة لحسن المعاملة للبنت أو للأنثى، وعدم التفرقة بينها وبين الذكر أو الولد. ولو علم الإنسان منا وتعلم ذلك لصلح حال البيت، ثم صلح حال المجتمع. ذكر الصالحون تعظيم الإسلام للأنثى، ولماذا؟ قال ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقولة طيبة له ماذا قال؟ وكلنا يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامهم قطوف من السنة وقطوف من القرآن. قال علي: البنات حسنات والأولاد نعمة.
حتى يهتم أولياء الأمور تدينا وحياتيا بشأن البنت. البنات حسنات والأولاد نعمة. مبرر ذلك وتوضيح ذلك لماذا يا ابن بنت رسول الله كانت البنات حسنات ولماذا كان الأولاد نعمة. أقول الأولاد يعني الذكور، وأقول البنات يعني الإناث. البنات حسنات، قال رضي الله عنه: والحسنة لا تسأل عنها أمام الله يوم القيامة. الحسنة لا تسأل عنها أمام الله يوم القيامة، بل تكرم بها، بل تعطى بها عطاء حسابا من الله عز وجل. لماذا أعطى بها؟ تعطى بتربيتك وإحسانك للبنات إحسانا، وليست هناك لك مساءلة لأنك أحسنت إليهن في دنياك. كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وكانت له ابنة واحدة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي من البنات بست، وفي رواية بخمس، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. الرجل منذ قليل جالس ومعه بنت واحدة ما رزق غيرها، فكأنه أراد أن يشارك غيره بالفضل: كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، هو واحدة؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: هو واحدة. كلام النبي طيب، وكلنا يرجو النجاة، يرجو السلامة من الحساب، يرجو السلامة من النار، ويرجو أن يدخل الجنة مع النبي المختار. ترجو السلامة؟ أرجو السلامة، أسلك مسالكها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس، يركوبك النحش ينسيك ما كنت تركب من بغل ومن فرس. والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا ورفع قدر المرأة وأعلى شأنها صلى الله عليه وسلم. تركنا ابن بنت رسول الله وعلقنا على قوله البنات حسنات، وعرفنا لماذا كانت حسنات: لأنه أرباها في دنياه التربية الصحيحة، التربية الإسلامية، قومها وخلقها بأخلاق الصالحات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل كانت عنده أمة فأدبها. أدبها ليس المراد أدبها يعني، لا، وإنما أدبها، وجهها وخلقها وحبب إليها أخلاق المصطفيات الصالحات القانتات، أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات، وكلهن طيبات. أدبها فأحسن تأديبها، سلك معها طريق الرفق، طريق الود، وطريق التفهيم بالتي هي أحسن، حببها إلى قلبه وأدناها منه، ولم يفرق بينها وبين الذكر، لأنه يعلم أنه مسؤول عنهم جميعا أمام الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها، لم يصل بها في درجة التعليم إلى مرحلة معينة، وليس المراد تعليم المدارس فقط، وإنما تعليم البيوت أيضا. الأم مسؤولة عن تعليمها، والأب مسؤول عن تعليمها، تعليم في البيوت بتوجيه، وتعليم في المدارس بأن تخطو خطاها وأن تسلك طريقها لتخدم نفسها بالعلم ولتخدم
مجتمعها بالعلم، والعلم نور، والعلم خير من المال. أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أعتقها. معنى أعتقها، أهي جارية؟ لا، وإنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أعتقها يعني تخرجت من بيت أبيها، تخرجت من مجالات دراستها، أعتقها، وصل بها إلى الغاية المرجوة من الإحسان إليها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوجها، يعني زوجها لمن يستحق، لمن يستحقها، زوجها من صاحب الأخلاق كما هي صاحبة أخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فله أجران. وقوله فله أجران لم يبين أي أجرين، وإنما نكرهما، ودائما يكون ذلك للتعظيم. ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال: البنات حسنات، وهذه إشارة لقوله هي حسنة لمن أحسن إليها، هي حسنة لمن رباها، لكن قد ينقلب الأمر عكس ذلك فتكون وبالا على من أساء إليها ولم يوجهها ولم يعلمها ولم يحسن إليها، تكون عليه وبالا كما تكون حسنة له إن أدبها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران. يقول ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: والولد نعمة، والولد نعمة. نعم نعمة، ألم يقل الله ويتحنن ويتفضل على إنعامه على هذا الكافر؟ قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى أن قال: وبنين شهودا. لأن العرب بطبيعتها تحب الولد، فكان الولد قد نزل القرآن بحال العرب، فكان الولد نعمة يفتخر بها الآباء، لكن عظم الله البنت المرباه المعلمة المحسن إليها فصارت حسنة، والحسنة تثقل الميزان يوم القيامة، فينجو بها أبيها وتنجو بها أمها. لعلنا ننجو إن أحسننا، لعلنا ننجو إن ربينا، لعلنا ننجو إن أحسننا التعليم والتربية لبناتنا وقومنا أخلاقهم، لعلنا نلقى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول ونقول: قربا يا رسول الله، اسقنا بيديك يا رسول الله، ولا يشرب من يدي الحبيب إلا من أحب الحبيب وأحب آل بيت الحبيب. أحبتي في الله، إصلاح الأسر وإصلاح البيوت منهج ومجال من مجالات الإصلاح، الإحسان إلى الفتاة منهج من مجالات الإصلاح. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.